حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدانة، حامد السيد أحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. في محافظة البصرة مجموعة من الشباب المعتصمين أمام مبنى المحافظة لجوا إلى نصب الخيام، ونصب الخيمة حقيقة استمر لمدة 16 يوم من بداية التظاهرات المطالبة بإصلاحات الوضع السياسي والوضع الخدمي والوضع الاقتصادي. 16 يوم المعتصمون يرفعون لافتات تطالب بالتغيير، تطالب بمكافحة الفساد، تطالب بمحاسبة المتسلطين والفاشلين في الحكومات السابقة. لكن ليلة السبت هذه الخيمة للمعتصمين تعرضت إلى هجمة وحشية من قبل جماعة مسلحة. الجماعة المسلحة ترتدي زي عسكري يعني، وهذه مشكلتنا الأزلية مع الزي العسكري حقيقة اللي ما جاي نوجد إلى حل جذري ونهائي. ونادينا من خلال برنامج ناس وحكومة ونكرر النداء، يا جماعة قننوا ارتداء الأزياء العسكرية رجاء. الزي العسكري مو زي عشوائي، لا ينبغي أن نجعل الزي العسكري هوية للعراق. بالتالي الزي العسكري ينبغي أن يتم ارتدائه في ساحات القتال. تقاتل ضد داعش في ساحة القتال في ميدان الحرب، ارتدي الزي العسكري. لكن أنت في مدينة ما بيها داعش عندك مشلب بالزي العسكري، ماكو غير غاية واحدة، ماكو غير هدف واحد، تحاول إرعابي وتحاول أن تخيفني وتحاول أن تقول لي أنا موجود، أنا الكيان السياسي لازلت أرتدي هذا الزي العسكري وسياراتي أيضا عسكرية وأستطيع أن أصل إليك في كل مكان وفي كل وقت. بالنهاية الشباب المعتصمين أمام مبنى محافظة البصرة تعرضوا إلى الضرب، تعرضوا إلى التهديد وأزيلت خيمتهم. بالنهاية بعد هذا الحادث، ما أعرف، الحدث أصبح عكسي يعني، أعطى نتائج عكسية. كان الغاية منه إرعاب المتظاهرين، إرعاب المعتصمين، لا، هالمرة المعتصمين إذا كانوا عايفين، إذا كانوا ناصبين خيمة خيمتين، صارت الخيمة والخيمتين أربع خيم، وإلى اليوم جاي تزداد خيم الاعتصام أمام مبنى محافظة البصر. ينبغي أن لا نلجأ إلى الانفعال إن كنا ممثلين سياسيين، أحزاب، جزء من حكومة محلية، جزء من حكومة اتحادية. مطالب الشارع لا ينبغي أن نقابلها بانفعال، لا ينبغي أن نستخدم القسوة ضدها، حتى لو كنا جهات سياسية متضررة من الإصلاح، حتى لو كنا جهات سياسية متضررة من مطالب الناس. مطالب الناس ينبغي أن نسمعها، ينبغي أن ندرسها، نفككها، نعرضها على المزاج العام، نعرضها على الدستور، نعرضها على القانون، ما يتوافق مع الدستور، ما يتوافق مع القانون نمضي إلى تنفيذه. لكن نستخدم القسوة ضد متظاهر حتى لو كان المتظاهر يحمل فكر محدد، يحمل ثقافة محددة، يحمل لون محدد، طائفة محددة، لا ينبغي أن نستخدم القسوة ضده مهما كان شكله، مهما كان فكرة. يا جماعة هذا متظاهر، المتظاهر من أضربه لا تتوقعون راح يكتفي عن التظاهر ويقعد في بيته، لا، 13 سنة المواطن العراقي يحمل مرارة وخزين من الوجع، وهذا الوجع قادر أن ينفجر ويؤذي حقيقة، يؤذي. وبالتالي ندفع ضريبته جميعا. إذا الأمور حقيقة خرجت عن أيدينا كحكومة، كبرلمان، كقوة سياسية، الشارع بعد ما يهدأ، لا يستطيع أحد أن يهدئ الشارع. رجاء رجاء، هذا الخطاب موجه إلى الأطراف السياسية بوصفي مواطن عراقي، لا تجروا المشهد العراقي وتحرفوا مطالب، تحرفوا مطالب المواطنين وتظاهراتهم المطالبة بالخدمات والتأكيد على تطبيق الإصلاحات. كل الإصلاحات المعلنة من السيد العبادي والمعلنة من قبل البرلمان، كل الإصلاحات بدون تجزئة، ينبغي أن تكون الكتل السياسية جاهزة لهذا الحجم من الإصلاح. هسه يقولون الإصلاحات بها خرق لمبادئ الدستور، مشكلتهم مو مشكلتنا. يروحون يشكلون للجنة صياغة الدستور، لجنة تعديل الدستور، مثل ما شكلتوا هذا الدستور على مزاجكم. إذن أنتم قادرين على أن تنسجمون مع مطالب الشارع العراقي ولا تقمعون الشارع العراقي،
ما نطول عليكم أكثر مشاهدينا ومستمعينا، خل نذهب إلى محمد الجابري اللي أعد لنا التقرير التالي حول استهداف خيمة الاعتصام في محافظة البصرة وما ولدتها من ردود أفعال محلية هناك، فلنتابع. في الساعة الثالثة من فجر اليوم كان موعد المعتصمين مع ثلاثة مركبات حكومية يستقلها أشخاص يرتدون زيا عسكري، قاموا بتهديد المتظاهرين وتهديم خيمتهم. أسلوب الاعتداء الذي حصل يأتي بعد صدامات حصلت يوم أمس في التظاهرة بين متظاهرين اتهمهم البعض أنهم مندسين وينتمون لجهات سياسية تحاول خلق صراع في داخل المظاهرة لتحويلها إلى مصادمات مع الجهات الأمنية. المعتصمون الذين تم التجاوز عليهم يروون للمدى ما حصل اليوم. المفردات يقولون الطيارة جاهزة خوش ونحولكم هسه قبل البغداد وهناك نصرف وياكم. رجال معوق كان ويانا، شو بعودك؟ قلت له معوق عنده سكر عنده ضغط، يعني رجال منتهي معوق وعندك انت الحساب في هالحالة شو تسوي للضربة؟ وين تلقى وين لقيناه؟ لقيناه هناك مشمور، رجلي يصب دم غلط، تليفوناتنا مباقين، فلوسنا هاي مظاهرة مؤيدة من المرجعية، شو نسوي؟ فلوسنا راحن، أجهزتنا كلها راحت. أصغر متظاهر كان ضحية تلك الاعتداءات في خيمة الاعتصام يتحدث إلى أن العناصر الأمنية المسلحة هددتهم بالقتل ورميهم في النهر المحاذي لمقر الحكومة المحلية. طبت علينا قوة ملثمين لابسين عسكري، قبل أنا كضرة من إيدي بس رفعت راسي طقاني طلعاني برا، شلون ما قاع سبايكر نفسيته خلف وانت فوق راسي وانه حصرونه، مو بس أنا وجماعتي كلنا حصرونه، قام بالسواندات والدفرات وبالخمسات زللاء ويام كان نقيب يا من نقيب يقول له سيدي شو تسوي بهم؟ قال اقتلهم واشمرهم بالشط. وبعد ما حصل من تجاوز على خيمة المعتصمين في البصرة تحول الحال إلى غلق الشارع الرئيسي أمام مبنى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة ليكون الاعتصام مدني ضد الفساد ليخلق حادث الاعتداء استياء للمتظاهرين. تجاوز ويردون الشعب مع الجيش يضارب حتى تفشل هذه المظاهرات. احنا ما عدنا عداء مع شخص، نريدها سلمية ونبقى متسالمين، نبقى ونفسيتنا طويلة ونبقى. يعني انا والله طبعا انقهر عليهم اللي هاي سووا هاي الفعالية الحكومة، بالعكس الشعب راح يشدد، كان تشادر على الرصيف وهسه نزل على الشارع، اليوم تشادر وحضرتكم راح تجون باكر وعقبه راح يسنن 4 شوادر والمظاهرة راح تتطور، وهاي قضية سياسية ترى سووها. من البصرة محمد الجابري، المدى. شكرا للزميل محمد الجابري على هذا التقرير. حقيقة واستهداف المعتصمين في محافظة البصرة يعني قد يولد تطورات مؤسفة ونندم عليها. محمد الجابري مراسلنا من البصرة معاي عبر الهاتف. محمد حياك الله عزيزي. تحياتي المسائية لك زميلي وتحياتي لكل الكادر. محمد يعني ما شاهدناه في التقرير أن المعتصمين عاكفين على الاعتصام، بدل الخيمة نصبوا خيمتين ثلاثة أربعة، تعتقد أن المشهد في البصرة أو ما تتلمسه من ردود أفعال من تفاعل الشارع مع حدث البصرة يعني بالتحديد هذا الحدث الأمني اللي استهدف مجموعة من المعتصمين، تعتقد يعني راح يفرز تطور غير يعني غير مسبوق على المحافظة، قد يؤدي إلى مواجهة في المحافظة؟ نعم حامد، طبعا القصة أنت كنت تعلم بهذه القصة وتعلم ما حصل، لكن ما حصل ولد استياء للمتظاهرين في محافظة البصرة وولد غضبا بشكل عام، يعني حتى على الصعيد يعني الحكومي وصعيد المؤسسات المدنية، يعني فوجئوا بما حصل. نعم. يوم أمس يعني الجمعة. نعم. يعني أنا من خلال لقاءاتي مع الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم كانت هناك تفاصيل كثيرة، يعني على سبيل المثال من ضمن تلك التفاصيل أن هؤلاء الأشخاص هم يقولون يعني جاءوا من بغداد، هؤلاء العناصر الأمنية كانوا يرتدون يعني زي عسكري ملثمين. هناك بعض مقاطع الفيديو يعني ما المظلم أن هذه
الحادثة التي حصلت أمام ديوان محافظة البصرة، أمام حكومة محلية تمتلك منظومة كاميرات يعني حديثة ذكية إن صح التعبير، تستطيع أن تظهر الأشخاص الذين قاموا بالتجاوز أو الاعتداء على هؤلاء المتظاهرين أو المعتصمين. نعم. أغلبهم يعني أشخاص صغار في السن يعني. نعم. خلال التقرير الذي ظهر هناك يعني أشخاص صغار في السن يعني لا يتبعون لأي جهة سياسية أو أي جهات. هم يطالبون بالحقوق. كان من الأولى من باقي السياسيين الذين استنكروا. يعني للأسف الشديد لاحظنا حمد أنه بعض المسؤولين هم داخل المحافظة. نعم. داخل المحافظة استنكروا ما حصل. يعني هذا الأمر نقلا على المتظاهرين، قالوا أن هؤلاء الأشخاص بس إحنا بالتقرير نشاهد من داخل ديوان المحافظة، لكنهم يرفضون إعطاء تفاصيل مصورة. نعم. من ضمن الكاميرات الموجودة في الحكومة المحلية. محمد بالتقرير الأخرى أن... نعم محمد. عفوا على المقاطعة، أعتذر يعني على مود نختزل الوقت بتفاصيل. نعم. أوفى وأكثر شمولية. التقرير. نعم. اللي أعديته حضرتك محمد، نشاهد مجموعة من المتظاهرين يضربون عدد يعني من الأشخاص اللي واقفين على منصة. شنو هوية ذول الأشخاص؟ إلى أي جهة ينتمون بالتحديد؟ ليش يتم ضربهم بعبوات الماء مثلا؟ طبعا ما حصل بالمظاهرة، مظاهرة الجمعة. نعم. تضاربت الآراء حول الجهات التي تنتمي يعني لبعض الأحزاب السياسية. لم نحصل على معلومة دقيقة من أي جهة سياسية قامت. نعم. بضرب هؤلاء المتظاهرين، لكن قبل يوم الخميس، قبل يوم الجمعة، وصلتني معلومة من قبل بعض الناشطين اتصلوا بي شخصيا، قالوا لي أنه بعض الجهات السياسية تابعة لأحزاب سابقة كانت متنفذة في الدولة تعمدت أو عمدت إلى قضية أنه نصب بعض السرادق جنب السرادق للناشطين ولجنب السرادق للمعتصمين المدنيين الذين لا ينتمون لأي جهات سياسية. حتى عندما تحدثوا معهم بعض الناشطين قالوا أنه تم تهديدهم من قبل هذه الجهة التي قامت ب نصب تلك السرادق. البعض الآخر من المعتصمين المدنيين قالوا أنه عندما نصبت تلك السرادق نحن على علم، يعني حللوها تحليلا صحيحا ودقيق، أنه سيكون هناك يعني يوم الجمعة يوم أمس مشكلة ستحصل بسبب يعني ما حصل بسبب الانتماءات السياسية لبعض الجهات قامت بنصب تلك السرادق يعني خلق بلبلة بين بعض المعتصمين لكي تكون هناك مشادات بين بعض القوات الأمنية، وكان الهدف هو اسقاط الحكومه المحليه. هذا كان الهدف كما يتحدث بعض المعتصمين والناشطين الموجودين في خيمه الاعتصام في البصره. محمد تسمعني؟ نعم اسمعك. منو هذه الجهه السياسيه اللي نزلت للشارع وحاولت تتظاهر وتنصب خيم ولجأت للاعتصام مثل ما لجأ اخرين مواطنين للاعتصام؟ محمد تسمعني؟ عمان محمد تسمعني الآن؟ زميلي حامد الصوت ليس واضح تقريبا. أنا سألتك عن الجهة السياسية اللي نصبت الخيام في محافظة البصرة مجاور خيام المعتصمين. نعم كما تحدثت لك أنه الجهات السياسية لم تكن واضحة، البعض يقول أنها جهات سياسية من داخل الحكومة المحلية، من جهات مسيطرة على الدولة من داخل الحكومة من داخل ديوان المحافظة. يعني المحافظة لم يتضح تقريبا اسم تلك الجهة السياسية التي عمدت إلى وضع تلك السرادق الموجودة. هناك اتهامات البعض من الناشطين والبعض من السياسيين يقول أن هذه الجهة تابعة لإتلاف دول المواطن، جهة أخرى تقول تابعة إلى إتلاف دولة القانون. تضاربت الاتهامات، لم تكن هناك صورة واضحة على الجهة التي قامت بنصب تلك السرادق. محمد مراسلنا من البصرة مراسل مدى، شكرا جزيلا لك على كرم الاتصال وتوضيح استهداف المعتصمين قرب مبنى محافظة البصرة. ما نأمل حقيقة أن لا تنزل القوى السياسية إلى الشارع، يعني على القوى السياسية إذا كانت مشاركة في الحكومة ينبغي أن يقتصر دورها في مجلس الوزراء أو في البرلمان، وتترك الشارع لأهل الشارع. رجاء الدخول للشارع ومحاولة يعني مثلا انتهاز الفرصة لركوب موجة التظاهرات أعتقد راح يعقد المشهد ومحل المشكلة الأساسية بين المواطن وبين الحكومة. الحكومة مطالبة من قبل المواطنين بتوفير وتطبيق كل حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها، لا لتجزئة الإصلاح
كل حزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها ينبغي أن تكون الكتل السياسية على قدر تحمل مسؤولية تطبيقها. إذا كانت غير منسجمة مع الإصلاح أعتقد الأمر غير يعني ما أعرف غير لطيف و يعني ما أعرف يعني غير وارد وغير غير منسجم مع أدبياتها اللي رفعتها بشعارات الانتخابية وبرامجها الحزبية بأنها تحمي المواطنين وتكون حريصة على تطبيق ما يطلبه المواطن العراقي، تنزل للشارع وتطالب وترفع لافتات سياسية، هذا أمر خطير، هذا يحرف مسار المظاهرات ويجعل المتظاهرين في كتلة واحدة كأنهم ضد طرف سياسي حاكم مقابل الانسجام مع طرف آخر. لا، أنتوا جزء من حكومة، كونوا في الحكومة ووفروا الإصلاحات وساعدوا رئيس مجلس الوزراء على تحقيق الإصلاحات. تختلفون مع رئيس مجلس الوزراء أعلنوا ذلك في مؤتمر صحفي واتركوا الشارع رجاء. ملف الملفات اليوم مشاهدينا الأكارم يتعلق بقدرة السيد العبادي على تحقيق الإصلاحات الحكومية، وهناك شكوك سياسية نتابعها احنا كصحفيين باستمرار أن السيد العبادي يواجه ضغطا كبيرا من داخل البيت الشيعي، من داخل التحالف ومن آخرين هم مثلا في الكتل الأخرى، إن كانت الكتل السنية وإن كانت أيضا الكتل الكردية مثلا. ويبدو أن ورقة الإصلاح، هكذا نسمع إحنا، هناك مطالب بأن يجب أن تتضمن ورقة الإصلاح اتفاقا سياسيا يحفظ حصة المكونات السياسية وأن لا يتجاوز عليها، وبالتالي هناك حصل انسجام سياسي هالمرة. والسيد العبادي عاكف على أن لا يعود إلى ملف المحاصصة ويكرر الاتفاق السياسي وخطأ تشكيل الحكومة دون قناعته، ويشعر أنه مكلف الوحيد في هذا الملف. الكتل السياسية مصرة على مثلا اتهامه بالانفراد، بالاستئثار بالإصلاح. هذا كل مشاهدين ومستمعين راح نناقشه في حلقة اليوم في برنامج ناس وحكومة مع ضيفي في الاستوديو السيد فارس ججو معالي وزير العلوم والتكنولوجيا. نقدر نقول المرشق معالي الوزير لو بعدك ما مرشق؟ والله مجهول، لا دال مجهول، ها؟ لا دال، الوضع مجهول. طيب اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل أكيد راح نتابع ملف الوزارات المرشقة معك ومصير الإصلاح المقدم من السيد العبادي ومجلس النواب. تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا، شكرا لتفضلكم بالبقاء. أعود إلى معالي وزير العلوم والتكنولوجيا السيد فارس ججو اللي يشهد مصيره حقيقة ومصير الوزارة. يعني بالنهاية أنا أود أن أسألك بالبداية، يعني ليش تشهد مصير الوزارة إلى الآن؟ ليش فقدان هذا الوضوح بين ورقة الإصلاح أو تطبيق ورقة الإصلاح وبين الوزير نفسه؟ يعني وزير ما يعرف مصير الوزارة إلى الآن، يعني مشكلة عندنا. بداية أشكركم على هذا اللقاء الطيب. بالتأكيد لما تمت الموافقة على حزمة الإصلاحات نعم في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، كان يعني المفترض أن يكون لنا علم بآلية الإصلاحات، الميكانيزم الذي سيعتمده سيد رئيس الوزراء على الأقل للتشاور. لأن أحد النقاط اللي أتذكرها أنا حينما عرضت اللائحة، لائحة الإصلاح أو ورقة الإصلاح، كان يوجد نقطة أنه مثلا النقطة الثانية على ما أتذكر يتم تعيين الدرجات الخاصة، يعني من صلاحية رئيس الوزراء أن يتم تعيين ذوي الدرجات الخاصة في الوزارة المعنية أو بالتنسيق مع الوزير المعني في الوزارة. فأنا قلت للسيد رئيس الوزراء، قلت لا، نترك الأولى الشق الأول ونأتي إلى الشق الثاني، يجب أن يكون بالتنسيق مع الوزير المعني. طبعا هنا أنا طبعا أيضا لدي تصورات عن الموضوع، أنه لا أريد أن تتركز السلطة في يد رئيس الوزراء فقط، لأنه سيكون مؤذيا حقيقة. ربما في لحظة من لحظات التطور الأوضاع سيكون هناك قرارا خاطئا ربما لا سامح الله سيؤدي إلى فشل لا تحمد عقباه، ونحن لا نريد ذلك. فلهذا مشاركة الآخرين حقيقة هو إنضاج للقرار، هو توسيع مدى الرؤية لحل المشكلة اللي أنا طبعا أتضامن مع السيد العبادي، وكنت كلش
يعني واضح تماما في مساندتي لحزمة الإصلاحات. معاليك فقط أنت ما عندك علم بورقة الإصلاح أثناء عرضها من السيد العبادي، يعني ورقة كانت مفاجئة بالنسبة لكم؟ نعم احنا تفاجأنا فيها في مجلس الوزراء، يعني تفاجأنا فيها أنه يعني تم اتخاذها بدون التشاور، توزيعها علينا كان يعني كورقة نناقشها. نعم. أنا قرأت النقاط اللي بيها حقيقة كلها نقاط جيدة تعتبر. نعم. كلها نقاط جيدة، لكن كيف يتم تطبيق ذلك؟ أنا أوصف المشكلة صح؟ نعم. أصفها المشكلة في فساد، في نقص خدمات، في إرهاب، في فساد إداري، في تجاوز على السلطة، لكن كيف أحد من ذلك؟ كيف أقاوم الإرهاب؟ كيف أشتث الفساد؟ كيف أحاسب المفسدين؟ خلينا في كواليس عرض الورقة عليكم كأعضاء في مجلس الوزراء. نعم. كيف عرفتوا أن السيد العبادي في نيته ترشيق وزارة أو دمج وزارة مثلاً؟ شلون تلقيتوا هذا الأمر أن السيد العبادي دعاكم إلى الاجتماع؟ كيف ذهبتم للاجتماع؟ من قعدتوا شاورتوا بيناتكم؟ كنتم متوقعين أن ورقة الإصلاح راح تكون بهذا الشكل المقدم من السيد العبادي من إن عرضت عليكم سمح لكم بالتصويت ومناقشتها؟ خلينا في هذه الأجواء، ضروري يسمعها المشاهد والمستمع حقيقة ويكون جزء من الواقع اللي عشتوا في تلك الساعات. الورقة حقيقة كانت في اجتماع استثنائي يوم 9/8 يوم أحد. نعم. 2015 عرضت يعني وزعت علينا وإحنا في الاجتماع بحضور السيد العبادي. طبعا بحضور السيد العبادي. نعم. قبل يوم كنا مبلغين بالحضور الاجتماع يعني، بس ما عندكم علم ان هناك ورقة إصلاح؟ لا ما عندنا علم. نعم. لكن انه يعني احنا طبعا نربط الاحداث اللي تصير برا، يعني تظاهرات المواطنين ومطالباتهم بالقضاء على الفساد. طبعا هذا ربطناه انه اكيد هناك شيء سيحصل. فعلا يوم الاجتماع وزعت الورقة كانت يعني مجموعة محاور. نعم. يخص الجانب الإداري والمالي، الجانب. نعم. الاقتصادي، الجانب. نعم. القانوني، طبعا عدة محاور، كل محور بعدة نقاط. نعم. اللي ينطرح حقيقة اللي ينطرح انه يعني قسم من الوزراء الأخوة الوزراء قالوا خلينا نناقش نقطة نقطة يعني. هذا طبعا من اللي يطلب هذا المطلب معاليك؟ يعني يعرفون أنفسهم. لا يا وزراء قالوا خلينا نناقشها، يعني أكثر من وزير يعني قالها. نعم. اللي هم يعني هم كانوا متحفظين على الورقة يعني. طبعا أكو وزراء قالوا هذا يخالف الاتفاق السياسي. يخالف الاتفاق. نعم. السياسي يعني بهذا تجاوز النص. تجاوز الاتفاق السياسي هذا. نعم. هذا شيء، والاتفاق السياسي اللي تشكلت على أساس الحكومة شيء آخر. لكن صارت نقاشات حقيقة كل وزير. إيش قد طولت الجلسة معالي؟ تقريبا ساعة ونص إلى ساعة وأربعين دقيقة. ساعة ونص هذا المشهد في الساعة ونص. أربعين دقيقة. كان تبادل الاتهامات، كان هناك رد فعل يعني تجاه السيد العبادي. هو أكثر يعني الأغلبية أستطيع أن أقول كانوا متجاوبين. لكن أكو هناك حذرين، هناك من رفض ب يعني بساطة بشكل بسيط، يعني مو بشكل أنه مصر على أنه هذه اللائحة. نعم. لن تمر مثلا. نعم. ورقة الإصلاح بشكلها اللي يقدم. بشكلها اللي يقدم. نعم. طبعا إيش قالوا بالله ذول اللي ما يردوها تمر مثلا؟ شنو يعني قلت لك مثلا تتناقض ويا النظام الداخلي لقانون مجلس الوزراء، أو مثلا يعني تتعارض مع بعض بنود الدستور مثلا. حسب الصلاحيات. وهذا زين. هو الرجل طبعا الرجل ديوا يعني الدكتور العبادي حقيقة يعني أي إنسان يفترض أن يكون في مكانه. نعم. ماذا عليه أن يفعل في خضم هذا الوضع المعقد، هاي التراكمات المعقدة، التركة والورثة الصعبة لل 12-13 سنة الماضية، يعني معقدة من جميع الجوانب. جانب. نعم. الاقتصادي هو اللي هو أهم الجوانب حقيقة. لم تأتي حكومة وجدت حلا للوضع الاقتصادي للبلد، وكذلك الوضع الأمني. صحيح. وكذلك الوضع السياسي، الوضع الخدمي، وملفات أخرى كثيرة. الآن تجمعت هذه جميعا في كوم واحد وهي أمامك. نعم. عليك أن تجد حلا، عليك أن تفعل شيئا. صحيح. فالدكتور العبادي ارتأى أن يكون هذا الحل. ربما لو كنت أنا أو كان متردد معاليك السيد العبادي؟ لا كان كان متحمسا حقيقة الدكتور العبادي.
متفائلا ايضا، بس طلب شيء انه يعني ان يكون هناك تصويت على الورقه، على الورقه معلنة. وان يكون باجماع المصوتين يعني ان كلهم يصوتون يعني. أيه. الحقيقه الكل صوتت بدون استثناء، بدون استثناء كل صوتت. نعم، فهي هذه انطتها دفعه، هذه طبعا مطلوبه لحتى يكون لها القرار ليشتغل على ورقه الاصلاح، وهي نعم. وهي ضروريه جدا. يعني البلد كله بحاجه ان يتجه الى اتجاه اخر، ليس الاتجاه القديم. الاتجاه القديم اثبت فشله بشكل واضح للجميع، للصغير والكبير، للسياسي وغير السياسي. نعم. فعليه ان يبدا. نعم. هنا الصعوبه، هنا الصعوبة، كيف يبدا؟ نعم، كيف يبدا سيد العبادي كيف يبدأ؟ بتطبيق الاصلاح؟ انا حقيقه كنت اتمنى عليه ان يبدا من القضاء، واعطيته ورقه تحريريه واعطيته نعم. ورقه تحريريه قلت علينا ان لا ننسى مجلس القضاء الاعلى ومحكمه الاتحاديه، لانها ايضا مرات تسير بقوه الميليشيا، ومرات تسير بقوه الاحزاب، ومرات تسير بالتهديد من الارهابيين، ولا 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 يعني تتماشى مع القانون، ما تنحاز للقانون في يعني في قراراتها الكثيره يعني تخوفا. فلهذا يجب ان يكون ايضا فضاء القضاء بحريه، بامان، نعم. بشعور بالثقه، بمهنيه عاليه. شنو كان رد فعل السيد العبادي؟ انا انطيت الورقه تحريريا لما كان اكو مجال ان نعم. نتكلم جميعا بما يكمل ورقه الاصلاح. يعني هناك وزراء قدموا ما يهم المحافظات، المحافظات كانت لم تذكر في ورقه الاصلاح. ماذا علينا العمل مع مجالس المحافظات ومع مكاتب المحافظين؟ زين. هل علينا ان نعمل شيء اصلاحات يعني تتوازى مع اصلاحات الحكوميه؟ اضيفت هناك نقاط كثيره يعني قدمها الاخوه الوزراء واستلمها، لكن تفاجئنا حقيقه يعني بالسرعه التي جاءت بها بعد اسبوع تقريبا. قرارات حقيقه انا بالنسبه لي شخصيا اعتبرها مفاجئه، لان أنا لازلت أطالب الدكتور العبادي، لازلت أطالب الدكتور العبادي، وأنا حقيقة يعني نعم. أسانده بالورقة الإصلاحات والتغيير بشرط أن تؤدي أكلها لصالح المواطنين. شنو اللي فاجأت معك؟ إنه كان الوزارة وزارة كان المفروض لا إلغاء وزارات، لا أدى إلغاء، كان المفروض أن يتشاور مع الوزراء المعنيين كسياق وظيفي، الذين شملوا بالترشيق الوزاري تقصد؟ بالترشيق وبالإلغاء، نعم الجميع. لا نستثني أحدا. كانت طريقة تتم بطريقة أفضل وتسوق للجمهور بطريقة أفضل. إحنا أكيد لمصلحة الإصلاح والتغيير لا نتوقف على وزارة، نعم. لكن لماذا الترشيق هذه الوزارة مع تلك هذه مع؟ هل بحث في قوانين الوزارة؟ هل بحث في غاية الوزارة ما هي؟ يعني ما هي وزارة العلوم؟ ما هي لكل وزارة لها قانون محدد طبعا، وكل وزارة لديها غاية فانكشن تؤدي به إلى نتيجة للبلد. نعم. هذه الأمور كان أعتقد ما كان يعني أنا أعتبرها حرج، هناك حرج قانوني، نعم. حرج لدى الحكومة، حرج لدى مجلس النواب. كوزراء كلنا أقسمنا نعم. أمام مجلس النواب، ومجلس النواب وافق على استئذارنا، وأيضا بمرسوم جمهوري تم استئذارنا، نعم. الإعفاء أو الإلغاء أو الإحالة على التقاعد، نعم. أو الإقالة أي كانت الصيغة. طيب أيضا يجب أن تكون أنا راح أسألك أنه شنو اللي دفع السيد العبادي إلى إلغاء وزارات؟ يقال أن هذه الوزارات هي لا تشكل تأثير على الأقل، أو لا تشكل مثلا رغبة للشارع. بالنهاية وزارة شؤون المرأة ما تأثر على موازنة الدولة، إلغاء مثلا وزارة الدولة شؤون المحافظات، إلغاء وزارة حقوق الإنسان، دمج الوزارات، وزارة التعليم، هذا بالنهاية كيف لجأ إلها السيد العبادي؟ ليش ما شملت التغييرات أيضا حصص كبيرة لقوى أخرى، وزارات منصب مناصب متعددة في داخل الوزارة، من الوكلاء العامين، من المدراء، من الممثلين، من المستشارين،
هذا كله راح نناقشه ونتباحثه، لكن بعد أن نذهب إلى رغبة الشارع في الإصلاحات المقدمة من السيد العبادي في استطلاع الزميل سرمد القيسي. نطالب من الأستاذ حيدر العبادي، عم نقول أستاذ حيدر العبادي عليك بتغيير الفاسدين، ابدأ بتغيير الفاسدين ومحاسبة الفاسدين. لا، هو التغيير محاسبة، لأن المرجعية جاي تقول لك حاسب، اضرب بيد من حديد، ما تقدر لها وخر، الشعب يقول لك وخر. احنا جايين للتغيير، انا مني واحد من البصرة راح اطالب ويا حقوق بغداد، وابغى هنا للجمعة واتظاهر هنا بساحة التحرير، لأن لا ملينا من عدوم كلش بسعة تروح. احنا عندنا موارد انسدت، عندنا 3 موارد بالبصرة كلها انسدت بتركيميا، يعني لا سولف الوضعية اللي جاي نعيشها لا سولف، وهم جاي يجيبون فلوس ويملي، والبصرة من النفط. هاي العاصمة، هاي العاصمة، هاي المزابل اللي بالعاصمة، وين عاصمة عمي؟ والله العظيم لا عاصمة ولا شيء. هذه الإصلاحات هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن الشعب العراقي ينتظر المزيد من هذه الإصلاحات، لأن هذه الإصلاحات أولا هي إصلاحات جزئية لا تتماشى مع هذه المطالب الكبيرة التي خرج بها الشعب العراقي، ذلك أنه هذا الفساد هو متراكم منذ 13 سنة، وسببه هذه الأحزاب اللي موجودة بالسلطة. فبالتأكيد يعني من نشوف هاي المحاصصة لا زالت موجودة، هاي المحاصصة الطائفية لا زالت تضرب أطنابها في المشهد العراقي. كواقع اقتصادي إصلاحات تقشفية وليس إصلاحات داخل العملية السياسية. نأخذ مثلا الدمج وزارتين، بعض الكتل السياسية كان عندها وزارة، صار من خلال الدمج صار عندها وزارتين، إذا ما سوينا شيء، مجرد دمج هو زيادة للكتل السياسية السيطرة على الوزارات. هاي نقطة. النقطة الثانية، احنا طلعنا مظاهرات 5 مرة والشعب العراقي سوف يطلع مظاهرات، احنا لا نريد إصلاحات ترقيعيه تقشفيه، اريد اصلاحات جوهريه. الاصلاحات الجوهريه هو تغيير في العمليه السياسيه، تغيير في الكابينه الوزاريه. ناخذ مثلا قبه البرلمان صار لها 13 سنه، ماذا قدمت للشعب العراقي؟ وفق ميزانيه اقليميه تقدر 100 مليار، وفي فتره من الفترات توصل 150 مليار، ماذا تقدم للشعب العراقي؟ ماذا قدموا البرلمانيين النواب خلال فترة 12 سنة للشعب العراقي؟ هل لدينا شارع نظيف؟ هل لدينا مستشفى؟ هل لدينا فنادق مثل شيراتون وميريديان والرشيد على 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 شواطئ دجلة؟ ها؟ ماذا تغير؟ شكرا للزميل سرمد القيسي على هذا الاستطلاع في بغداد. معالي الوزير، ارحب بك مرة اخرى. سيد فارس ججي وزير العلوم والتكنولوجيا، أود أن أسألك بشكل صريح، جاوبني، الوزراء والكتل السياسية اللي لديها مشاركة في مجلس الوزراء وعندهم ممثلين، مثلا ممثلين كانوا مستشارين أو مسؤولين رفيعين أو وزراء مثلا في المجلس، مستعدين للاستغناء عن المحاصصة السياسية وإطلاق السيد العبادي لكي يذهب بتطبيق الإصلاحات من خلال حزم أخرى راح تكون أكثر تأثيراً ومثلاً وأكثر مثلاً نقول مثلاً ضرراً بهذه الكتل السياسية؟ ما هذه مصالح بالنهاية، مصلحة السياسية تقتضي وجود وزير لهذا المكون السياسي لهذه الكتلة السياسية، أو نائب رئيس جمهورية أو نائب رئيس مجلس وزراء. كيف اقتنعت هذه الكتل السياسية بالترشيق بالدمج بالوزارات؟ معقول هذه القناعة موجودة لدينا؟ هي ليست فقط مسألة الإدماج، هي المشكلة ليست فقط في الترشيق الوزاري. نعم. المشكلة حقيقة كما ذكرها أحد المواطنين، الأخوة المواطنين، هي متعلقة بالنظام السياسي اللي قامت عليه الحكومة، شكل السياسي اللي قامت عليه الحكومة. هذا الشكل حقيقة ولد تناقض حاد بين حاجات الناس وبين توجهات السياسية للحكومة. نعم. فأنا أقولها دائما أن المشكلة بحجم عراق، خارطة العراق، لكن الرؤية للمشكلة بحجم صغير، تأتي بحجم طائفة أو مذهب أو قوم معين أو برنامج معين لهذه الكتلة أو تلك، هذا لا يستقيم إذا لم تكن هناك نظرة شاملة لمشاكل الشعب العراقي كله من زاخو إلى الفاو، ويكون هناك تنسيق شامل لإيجاد حلول لهذا الشعب.
هذا يحتاج حقيقة إلى أناس شجعان، إلى أناس جريئين لديهم القدرة على اتخاذ الخطوة والقرار الشجاع في اللحظة المناسبة. زين. أنا تقديري أنه السيد العبادي حتى في الاجتماع الأخير قلت له أنت أمام خيارين، أما أن تكون عينك على الناس والمواطنين وتلتزمهم وسيكتب لك التاريخ ذلك، أو أن تكون في دائرتك. ولا أستطيع أن أقول يعني أنه لا أريد أن أقول لن يكتب لك ذلك حقيقة. فالخيار لديه لأنه مكلف بتشكيل حكومة وكلف وشكل الحكومة وقاد الحكومة، وحقيقة أنا يعني أقولها يعني للتاريخ ما لاحظته خلال هذه 11 شهر من تواجدي في مجلس الوزراء، السيد العبادي رجل لديه نفس وطني، والنقطة الثانية كان يرغب دوما أن يشاركه الآخرين في القرار الجميع، لكن ليس كل ما يطرحه وما يريده يرضون به، لهذا حصل الإشكال، لأنه أصلا هي النظام السياسي تشكل على مبدأ المحاصة والطائفة. الآن جئنا بالإصلاحات لنلغي الاختيارات على أساس المحاصة والطائفية. فيبقى السؤال الآن أمام الدكتور العباد، هل سيختار بالتشكيلة الوزارية اللاحقة أناس هم كفؤين ونزيهين و غير فاسدين وأثبتوا جدارة، يعني سيتخطى المكونات، سيتخطى المحاصصة الحزبية، نعم يترك المحاصصة الحزبية، يترك مثلا يترك النظر إلى دائرته فقط بالرغم من أنه محكم بعلاقاته وهم أناسه وزملائه في التشكيلات السياسية التي شكلت الحكومة، لكن المفصل الآن هو هكذا يجري. أما أن تترك الدائرة التي أنت فيها وتلتزم المواطنين، أو أن تترك المواطنين وتلتزم دائرة، أحد الخيارين، لا يوجد خيار ثالث أمامه. فالقادم من الأيام بالتأكيد سيثبت ما سيقدم عليه السيد العبادي، وأنا يعني أتمنى. ليش هاي الوزارات بالتحديد معاليك، وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، وزارات دولة أخرى مثلا، أنا أعتقد هاي وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون مثل المحافظات، وزارة العلوم والتكنولوجيا، مع أن أيضا يعني وزارات تتعلق بروح المجتمع المدني. وجود وزارة لحقوق الإنسان تنظم علاقة حقوق الإنسان بالدولة وتتابع ملفه وملف انتهاكاته، وزارة الدولة لشؤون المرأة، ليش نضحي بهذه الوزارات؟ أكو وزارات أخرى مؤثرة ينبغي أن نصلح بما داخلها. ما يقدر السيد العبادي مثلا عليها؟ طبعا هنا نتابع الكتل الكبيرة مثلا؟ نعم، هي طبعا هي آتية من قناعتي، لأنه كلف وخول من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، وعلينا أن يعني أن ننتظر نتائج ذلك. أنا معك، أتمنى أن يكون للمرأة تمثيل أكبر بكثير من وزارة، وأيضا لحقوق الإنسان أيضا، حتى وإن هو ألغى الوزارة لكن كان قبل الإلغاء أن يبحث كيف سنتعامل مع الكادر الوظيفي، كيف نتعامل مع الدرجات الخاصة، كيف نتعامل مع الوزير بشخصه. طبعا قانونا يجب أن يكون له وضع، يجب أن يكون له وصف وظيفي، ما هو الآن؟ وهكذا بالنسبة للوزارات، للوزارة التي اندمجت إلى الآن نحن أربع وزارات. هذا التصور عندكم معاليك؟ نعم، فيما يتعلق بوزارة خمسة وزراء أو ست أو سبعة ثمان وزراء، لا نعرف ما هو الوضع القانوني، التفسير القانوني لنا الآن ما هو؟ تجهلون مصيركم بالنهاية. أنا أجهل الآن مصيري، لكنه بالتأكيد الأيام القادمة سيتبين شيء، سيترشح شيء. أيضا مجلس النواب لديه تصورات على هذه القضية وسيطرحها. أنا طرحت مع أحد الأخوة القانونيين أن يكون هناك تنسيق بين اللجنة القانونية في مجلس النواب، المستشارين في اللجنة القانونية في مجلس النواب، القانونيين في مجلس النواب، والمستشارين في مجلس الوزراء، أن ينسقوا جهودهم مع بعضهم لإيجاد تفسير قانوني لهذه الحالة الجديدة التي يمر بها البلد. كوادركم معاليك وين راح تذهب؟ راح تدمج مثلا وزارة العلوم والتكنولوجيا، يفترض أن يتم إدماجها مع وزارة التعليم العالي. نعم. مو هيك المخطط؟ نعم.
أيضا راح يذهب السلم الوظيفي والكوادر من وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى منشآت وزارة التعليم، أم يبقون في مكانهم؟ يتم التسريح الكادر مثلا، وين مصيرهم بالتحديد؟ لديكم تفاصيل حول هنا الموضوع؟ هنا إلى الآن لم تأتينا التفاصيل حقيقة، لم تأتينا التعليمات، إلى الآن لم يأتيني الأمر الديواني، أنا إلى الآن لم يأتيني ماكو أمر ديواني، وطالبت به يعني حقيقة، يعني أريد أن أعرف ماذا يفكرون، يعني طالبت بتوفير الأمر الديواني؟ نعم طالبتهم، أنه أيضا طالبتهم. أنت متفاعل مع ترشيخك مع الوزير؟ لست أنا لو تأخذ رأيي لو أنا قضيت لو كنت ألتقي سيد العبادي قبل قراره، نعم، لحاولت إقناعه بأن تبقى الوزارة العلوم تكون ككيان قائم بذاته. لماذا؟ لسبب مهم جدا. الوزارة تقوم بعمل كبير جدا في العراق، صح في السنوات السابقة لم يكن لها أثر لأسباب عديدة تعود إلى الوضع الطائفي والمحاصصة التي كانت سائرة عليه الدولة، لكن الوزارة غايتها إيجاد حلول فعالة وعلمية ومتقدمة لكثير مشاكل البلد، قطاعات البلد كلها الزراعية. بس هيش مكلفة للحكومة بحيث هي جزء من الترهل الحكومي اللي استدعى السيد العبادي إلى ترشيقها؟ كلا ليست. أنا أقول لك تم شمولها بالترشيق، هي وزارة على مستوى وطني وليست وزارة قطاعية. الوزارة التعليم العالي وزارة قطاعية، نعم، وأنا يعني كما يحصل في دول العالم وزارة التعليم العالي بإمكانها أن تخول الجامعات باستقلالية، أن تدير أمور التعليم والبحث العلمي، كل محافظة تكون لديها ميزانية وتحاول هذه الجامعات أن تدر واردا إلى الجامعة، بإمكان أن نفعل ذلك لأنها وزارة قطاعية. أما وزارة العلوم والتكنولوجيا تتعامل مع كل القطاعات، وهي وزارة بحثية وابتكارية وتطبيقية بامتياز، حققنا حقيقة في هذه الفترة القصيرة بعض المنجزات، لكن لو كانت الفرصة متاحة لنا لفترة أكثر كنا سنشعر المواطن بلمستها. يعني قد يكون المخطط للسيد العبادي أيضا أن يشمل وزارات أخرى بعد إلغاء هذه الوزارات وترشيقها، ويكون العدد مثلا 18 وزارة على الأقل لكي يستوعب موازنة الدولة مع انخفاض أسعار النفط مثلا، ويجعل حكومته لمدة 4 سنوات أو 3 سنوات ونص القادمة هي حكومة خدمات للمواطنين لا أكثر. أكو هيك مشروع مثلا في مجلس الوزراء؟ المشكلة أستاذي العزيز، المشكلة هي متعلقة بكيف تدير الاقتصاد. كيف تدير الاقتصاد؟ احنا نعيش في بلد حقيقة مهما كانت الظروف توجد فيه نوع من الديمقراطية السياسية، او موجودة الديمقراطية السياسية فيه، لكن هذا الشكل الحكومة وهذا الشكل السياسي الديمقراطي لا ينسجم مع الواقع الاقتصادي للعراق. السبب هو حقيقة انه نعتمد فقط على اقتصاد ريعي، استطيع ان اقول ليس بالمطلق لكنه ساحق، 83% من النفط، بعد ان عثرنا الميزانية ووضعنا هنا ضريبة وهنا قرض وهنا تخفيض نفقات، استطعنا ان نجعل 17% من الموازنة هي ايرادات للدولة، لكن 83% هي ريع نفطي، نعم، تدر به الدولة أموالها منه. حقيقة كان هناك إمكانيات كثيرة للدولة العراقية في الفترة اللي مضت أن تؤسس للصناعة، نعم، وطنية فاعلة، أن تؤسس للزراعة وطنية فاعلة، أن تؤسس للصناعة عسكرية فاعلة. موجودة عندنا القدرات وموجودة عندنا الموارد، لكن يبقى القرار السياسي بيد الذين حكموا في تلك الفترة. الآن مطلوب كشف الحساب. اللحظة الصعبة هي الآن، من يتحمل ذلك؟ هذا هو السؤال المهم المطروح أمام الناس، أمام المواطنين، أمام الدولة، أمام مجلس النواب، أمام كل المعنيين بشأن الشعب العراقي. يجب أن نمتلك الشجاعة ونقول كان الخطأ كذا وكان الخطأ كذا وكان المسؤول عن هذا الخطأ يلا الله يديك وهذا
قل لنا الله ويدك، احنا نريد نسمع منك اليوم. ويجب ان يمتلكوا الشجاعه، واعتقد سياتي ذلك الوقت الذي سنعرف لماذا. هذا وقت مناسب معاليك. وقت مناسب قلون بالضبط. من المتسبب هذا يتوقف على يعني على شجاعة القائمين في الحكومة، وأيضا يتوقف على وعي الناس حقيقة أن تعرف ماذا تريد وكيف تحققه. هذا طبعا يرتبط بهذا، يعني هذه المطالب ترتبط باستجابة من الطرف الآخر. معاليك الوزراء في مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات من سيد مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، كانوا يتخذوها بشكل يعني هم محررين من كتلهم السياسية، من أمزجتهم الطائفية مثلا. لو مثلا شلون يتخذون هذا القرار بالتحديد؟ يرجعون إلى قادتهم أم هم أحرار في اتخاذ القرار بالنهاية؟ كانت تتفاوت حسب المادة اللي أنت التي تناقش، حسب الوزارة؟ لكن أكثرية الوزراء كانوا يمتلكون نوع من الحرية في اختيار قراراتهم، في اختيار قرارات. لكن بعض القرارات الصعبة لا، كانت يعني أكيد تتفق على ما تتصوت عليه. بالتأكيد هم كانوا يعني شنو يعطون فسحة للوزير أنه يروح يتصل بتليفونه؟ لا أكيد قبل ما ندخل للاجتماع احنا تأتينا عندكم علم يعني جدول بالاجتماع. أكيد يلتقون، أكيد يلتقون ككتل، ينسقون مواقف، هذا من حقهم. يعني هم منسجمين مع بعضهم، فيجري التصويت على القرارات أو على المواد الأجندة بشكل يرضي قناعاتهم، أو هم يعتقدون أنه هذا هو التصويت. هذه مسألة لا أحد يستطيع أن يفرض أحد على الآخر. إذن القرارات الحكومية بالمرة هي ما تخلو من مزاج سياسي معقد، حال توافقات المحاصصة تقريبا. الوزير تقريباً. ممثل كتلته في الوزارة وليس وزير مطلق لوزارته. لو كانت الأمور تخص وزارة الوزير المعني يدافع عنها باستماته. كل وزير أكيد من يطلب شيء في جدول أعمال تخص وزارته يدافع عنها ويجري التصويت على ما يطلبه. أما إن كانت أشياء أخرى، يعني مثلا تأتينا من مجلس النواب، تأتينا من رئاسة الجمهورية، تأتينا من المحافظات، بعض القرارات، فيجري التصويت عليها، فتتفاوت نسبة القناعة والتصويت حسب رؤية الوزير السياسية والاقتصادية. لا، هي التشكيلة الوزارية تحمل رغبات سياسية محددة باتجاه بالتأكيد. خارطة محددة للعملية السياسية بالتأكيد طبعا. عندنا وزراء معارضين للسيد العبادي في مجلس الوزراء؟ والله أكيد كان أكو معارضين. نعم، أكو بعض المعارضين يعرقلون تمرير القوانين ويشكو منهم السيد العبادي. يعني هذه تفاصيل موجودة. نعم. مسجلة في مجلس الوزراء، قد تتاح يوما ما. نعم. للمواطنين أن تعرض هذه الجلسات بشكل علني، وأنا أتمنى أن تعرض بشكل علني. والله يا ريت يعني يكون أفضل، يعني أنه الشفافية تكون أوضح. جميل والله، هذا مقترح. ربما سيأتي يوم يطالب الناس بعرض جلسات مجلس الوزراء بشكل علني، كما يطالبون بعرض جلسات مجلس النواب. وهذا شيء متروك للزمن. كتل كبيرة دول كتل صغيرة الوزراء؟ عفوا، الوزراء المعارضين دائما أو المعرقلين للسيد العبادي تابعين له كتل كبيرة تتساوى مع كتلة السيد مثلا العبادي؟ حقيقة هم جزء من تحالف، هم ثلاث كتل كبيرة، يعني تحالف الوطني، تحالف اتحاد القوى، تحالف كردستان. هذول الوزراء دائما. أنا الوحيد الذي لم تكن لدي كتلة يعني. أنت حصتك حصة المكون المسيحي معاليك؟ نعم، نعم نعم، حصة المكون المسيحي. نعم، نعم. يعني المسيح ما لهم تمثيل في الحكومة الحالية بعد الإصلاحات؟ يجب أن ننتظر، ليس بالضرورة أن يعني أنا لا أتصور السيد رئيس الوزراء أي كان، ليس فقط الدكتور العبادي، حتى الرؤساء الوزراء السابقين. نعم. لم ينسوا هذا الشيء. احنا نحب ان يكون تمثيل لكل مكونات شعبنا، لكل كيانات شعبنا القومية حقيقة. هذا شيء مفرح. انا افرح لما ارى وزيرا من الصابئة، من الكلدان، من العرب، من الكرد، من التركمان، من اليزدية، من الشبك. هذا يعطي قوة وقيمة لشعبنا العراقي في الداخل وفي الخارج. نعم. فأتمنى عليه ان يختار الكفاءات من كل تلاوين القومية لشعبنا العراقي العزيز. معاليك، بعض الوزراء في مجلس الوزراء يشكون من أنه أحياناً طرح آرائهم ورؤيتهم المتعلقة بوزارتهم لا يمنح له الوقت الكافي من قبل المجلس. أحياناً تمنح دقيقتين للوزير أن يتحدث
عن مقترح أو يعرض وجهة نظر في مجلس الوزراء؟ هو ليس بهذا الشكل، لكن كيف تنظم الجلسة بالنهاية يعني في مجلس الوزراء؟ ضروري أن نعرفها، من يدير الجلسة؟ يديرها السيد العبادي بالنهاية كما في مجلس النواب. عندما تأتيك مسودة العمل أو الأجندة أو الملفة القرارات، طبعا السيد رئيس يعطى الوقت الكافي لمناقشتها. نعم يعطى الوقت الكافي، لكن أحيانا يكون هناك مواد كثيرة، فرئيس الوزراء يقطع الحديث عن أكثر من ذلك لنتحول إلى النقطة الأخرى، وهذا حقيقة مطلوب، لأنه مجلس الوزراء وقته ثمين، يناقش قضايا مهمة، فليس من المفترض أن نذهب بعيدا في قضية معينة. يعني يبدو السيد العبادي في اتخاذ هذا الموقف يشعر أن هناك من يريد أن يعرقل مثل قرار في المجلس. ربما مرة أو مرتين، ربما مرة أو مرتين حصل ذلك، ربما يعني في قوانين مهمة مثل قانون التوازن الوطني أو قانون الحرس الوطني كان هناك بعض الإشكالات، يعني كان يتوقع أن يكون التصويت عليه بسهولة لكن تم التصويت عليه بصعوبة. نعم، يعني حصلت بعض هذه من ضمن قناعات الوزراء وحريتهم بالتعبير يعني. فكل من لديه رؤية عن الموضوع فيطرحها بما يعتقده، بس قد يجوز مسبقا تحدثوا عن الموضوع وتوقع أن يكون هناك سهولة بالحصول على الموافقة، لكن تبدلت الأمور في مجلس الوزراء. يعني تحصل أحيانا هذه الأشياء. معالي الوزير، أنت لديك مشاهدات أكيد في مجلس الوزراء، أيضا تحدث لي عن ثقة السيد العبادي مع وزراء. واثق السيد العبادي كان من تشكيلته الحكومية بالنهاية؟ هذه الثقة موجودة إلى الآن، أن هناك انسجام بين السيد العبادي وحكومته بالتحديد، كابينته الحكومية؟ أنا يعني لو يعني لو رجعنا إلى الظرف اللي تشكلت فيه الحكومة في أيلول 2014 لم يكن ظرفا سهلا حقيقة. كان وضع معقد جدا، وكان ومستعجل، وكان مكلف بفترة شهر، وكانت صراعات الكتل السياسية في أوجها، وكان الإرهاب قاب قوسين أو أدنى من دخوله لبغداد وتعديه على بغداد، وتفاصيل كثيرة، سقطة التكريت وسقطة الموصل، وكل هذه التفاصيل كانت في وقتها حاضرة. كانت السيد العبادي ملزم بأن يشكل حكومة بالتأكيد. أنا أعتقد يمكن منذ تلك الفترة كانوا يريدون أن تكون 22 وزارة وليس 32 وزارة، لكن لم يتم الموافقة على ذلك، فتمت ترضية بين الأطراف السياسية، أو ربما بين قوسين سموها مجاملة بين الأطراف السياسية، فاضطر أن يأخذ على الأقل نطلع من تلك المرحلة، أن نذهب إلى مرحلة أخرى، ويأتي وقت نستطيع أن نتحكم بالأمور، ويجري ترشيق على ضوء ما كان مخطط له. أتت هذه اللحظة اللي هي الآن، لكن علينا أن نتوخى الدقة في هذا المسار أو هذا المنعطف، أن يكون بتأني، توخي الدقة من من؟ وبحذر في سياق، طبعا توخي الدقة من كل الجوانب، من كل الجوانب، من صراع الكتل السياسية على ربما على المناصب الوزارية، من مطالب الناس ربما. سيكون حاضر هذا الصراع في الساعات المقبلة؟ بالتأكيد. أنا لا أعتقد سيكون شيئا سهلا أن تتخلى الكتل الكبيرة عن حقها بما تتصور أنه حقها، أو حصتها في الوزارة القادمة. سيكون هناك أكيد صراع من نوع آخر، أو اختلاف من نوع آخر بين الأطراف السياسية، لكن سيبقى الهدف من الإصلاح والتغيير، أن تكون الحكومة، أن تكون الوزارات بأيادي أمينة، بأيادي معروفة، أيادي نظيفة، وهذا ملقى على عاتق السيد العبادي أن يحكم ويحسن اختياراته. مع الوزير في سؤال أخير، يعني إجراءات العبادي البعض يقول أنها مرحلية، يعني بالنهاية ستنتهي باقتسام السلطة مع الآخرين، السيد العبادي قد يكون غير قادر على تحقيق الإصلاحات وإجراءاته بشكل مطلق، ويحتاج إلى يعني الرجوع للبيت الشيعي، للبيت السني، ويتداول مع الكرد أيضا.
مصير العملية السياسية بعد الإصلاح؟ تعتقد أن السيد العبادي سيمضي في ورقة الإصلاح، سيتأنى قليلا لمشورة الأطراف الآخرين حول تحقيق الإصلاح مثلا؟ إذا تأنى سيلقى معارضة، وإذا لم يقدم على التغيير سيكون هناك لا سامح الله فشلا. وإذا أقدم أيضا هناك معارضة، طبعا إذا أقدم بشكل مصالح تتعارض معه. نعم، وإذا أقدم على التغيير، لكن نعم، كما قلت أن يكون فعلا الهدف من التغيير والإصلاح أن تكون بآلية وميكانيكية تحسن إدارة الدفة في هذه المرحلة المعقدة، وليس تكون مبنية على حقيقة مراضات لهذا ومراضات لذاك وأمزجة وحسابات سياسية ضيقة. يجب أن ينفتح على الشعب العراقي باختياراته فقط. أعتقد في هذه الحالة سينجح الدكتور العبادي في اختيار كابينته أو مجلس الوزراء الجديد. نعم، معالي وزير العلوم والتكنولوجيا، ما نقدر نقول المرشق ولا نقدر نقول باقي جزء من الكابينة الحكومية. نعم. إيه، أنت في الاجتماع المقبل راح تحضر في مجلس؟ لا، لن أحضر. لن تحضر؟ لن أحضر. لا. والمصير مجهول؟ طبعا أنا أنتظر جوابهم بما يرتأوه. وأنا يعني حقا الدكتور العبادي. نعم. هو الذي يعني هو مسؤول عني. نعم. فأنتظر منهم جواب. مع الوزير العلوم والتكنولوجيا السيد فارس جدجو، شكرا لحضورك إلى استوديو المدى وبرنامج ناس وحكومة. شكرا لك. مشاهدي ومستمعين، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا حامل السيد. ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى إن بقينا وبقية الحياة. في أمان الله.